حيت عدى عندنا الحضور مع السيد عام كان المخيم والسيد الدكتور كيرجع لي الفرق ان اول وحده تولد دوله وحده يعني تبشروها وجو سيده ما درتي لنا الفال وليدي الحمد لله الحمد لله ولدتي نرجع لك كاع يكون وليدي سميتي انا ما هي سميتها نورا نورا تفا انا زين دوبرتي لنا من بلاصه مزيان لا لا انتي اللي عين حلوده شنو خازنيه ودي العسكر مزيان تبارك الله مبروك عليك هذاك الكادو مسميك انت كون فرق فني حتى اجي واش حتى اجي اجي داخل لي هذه واحد كسيوه ان شاء الله العام الجاي نشهروا لك عندها احتفل بها ولكن لا الاختيار حنا في الكسيوه ديالو هاتوا تشوفها الزرعة على ما فيها هذه واحد المواد الغذائية الزيت وتبقى الحليب ديالو هذه مجموعة المواد الغذائية ديالو باش حتى لك مبروك عليك عطانا هذيك الدرجة أيوة شوف واحد الكيب هو اللي يستعمل السيد هكا حكم لها حكم يزيد يزيد خلينا نتقاعد شكرا الله يصلحك الله يصلحك شي حاجه عندنا الله يبارك فيك يزيد شي نسكافيه بحال هذا المنظر احنا عمرنا باش نا منظر جميل والله العظيم الا جميل هذا المنظر هذا الله يجازيك هذا الوالده زوينه عمرني ما شفت بحالها بسم الله بيات كنت هذه والله يعطيكم الخير الله يحفظكم الله يطول عمركم الله يكمل عليكم بخير الله يكمل عليكم بخير يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن بعين حروده حنا اليوم جينا بمناسبه التدشين ديال هذا دار الولاده بمنطقه عين حروده اللي كنا كنتظروها خمس سنين هذا الحمد لله بفعاليه السيد العامل صاحب الجلاله على عمل المحمديه والاطر الطبيه خاصه الدكتور الرحموني وكب استفته عضو اللجنه المحليه للمبادره الوطنيه التنميه باش اللي يدافع على هذا دار الولاده باش تفتح وحنا كجمعيه المجتمع المدني اللي حنا كنا كنطالبوا باش الحمد لله تحضات عين حروده اللي يعني اليوم عندها واحد المولود هذه وهي دار الولاده اللي المهم الحمد لله غيفتخروا بها خاصه النساء الحوامل بمنطقه عين حروده والشلالات خاصه اللي غتستضيف هذه الحوامل والحمد لله هي كما شفنا درنا واحد الزياره اليوم لاول امراه اللي وضعت واحد المولود اللي حدث واحد الشرف وقدمنا لها بعد واحد الهدايا واحد الجوائز لمناسبه المولود الجديد ديالها وكهي كاول سفت علينا بهذا الحدث السعيد وهو اول دار تدشنات في منطقه عين حروده بمواصفات جديده لان كانت واحد الدار بمناسبه قديمه عندنا بمواصفات جديده والحمد لله كنشكروا جامعه عين حروده اللي هي اللي قامت بهذا التدشين اضافه الى وزاره الصحه اللي قامت بالتجهيزات الطبيه وكنشكرهم على هذه المبادره وهي دار الولاده اللي المهم الحمد لله اللي الحمد لله مابقاش عندنا واحد المعاناه اللي كانوا اغلبيه كيمشيو حتى للمولاي عبد الله كيمشيو للدار البيضاء المركز ابن رشد والحمد لله اليوم كما وكنتمناو ان شاء الله يكون عندنا مستشفى اقلي يعني مستشفى بمواصفات عالميه لان كبيره لان منطقه عين حروده اللي ولات عندنا واحد النسمه على غدا 100,000 نسمه وفي اطار المدينه الجديده اللي غاتجي ان شاء الله مستقبل اللي غتستضيف 500,000 نسمه كنتمناو يكون عندنا منشات صحيه اللي باش ما تكونش عندنا معاناه لان المرضى كثر عندنا هنا في منطقه عين حروده وكما شفنا اليوم جينا باش نزوروا هذا المول هذا النساء وكنشكروا حتى الاطر الطبيه اللي كتشرف على خاصه لي ستاج فام او يعني الممرضات اللي كيشرفوا على هذا المركز هذا الدار وكنشكروا كما قال الدكتور الرحموني وكنتمناو ان شاء الله هذا الدار يعني ان عندها واحد الفضاء ديال يعني المساحه الخضراء اللي خصنا باش نحاولوا باش في اطار اليوم يعني البيئه باش يعني باش يعني باش نقوم بتجديد هذه الحديقه اللي قمنا بها السنه الماضيه وكنا هذه السنه خصنا واحد الكراسي فين
الزائرين العائلات اللي كيجيبوا داك النساء الحويمين ديالهم باش يولدوا هنايا باش يجلسوا ياخذوا واحد الراحه ديالهم. وطلب لنا واحد يعني واحد اسباس فيغ اللي باش تحضر بهذا الدار باش تحضر بهذا اسباس فيغ، لان ما عندناش واحد الحديقه هنايا كما كتشوفوا. غنقوموا بواحد المبادرات ونقوموا بواحد المجهودات باش نحاولوا باش نبحثوا على بعض الشركاء اللي باش يحاولوا باش يتعاونوا معنا باش تكون عندنا واحد كما نقولوا واحد الجريده بالدارجه او الحديقه اللي باش نستشقوا فيها هاد الحيوان باش نستضيفوهم. ونتمنوا هاد الدار باش جميع المجتمع المدني او وزاره الصحه او السلطات المحليه او المبادره ديال التنميه البشريه باش تهيئ باش نستمروا فيها، لان باقا خاصه واحد خاصه بعض التجهيزات خاصه بواحد المرافق ديالها. ونتمنوا ان شاء الله هاد الشيء هاد المبادره اللي قمنا هي مبادره هي حاجه قليله ونتمنوا نديروا شي حاجه اكثر. شكرا رحموني حسان طبيب رئيسي للمستوصف ودار الولادة عين حروده. اليوم كنرحبوا بجمعية زناتا اللي امتازت هذه الفرصة ديال المولود ديال أول طفل هنا في دار الولادة، وجات باش امتازت الفرصة و عطات بعض الهدايا لهاد الناس اللي ولدوا هنايا. وهاد الجيست راه يعني عنده واحد صدى كبير بالنسبه للساكنه، وحنا كنشكروا بزاف هاد الجمعيه لانها كتساعدنا في عده مناسبات وكتقوم بانشطه كبيره بالنسبه للساكنه ديال عين حروده، منها الطهاره، منها بالنسبه للمركز الصحي راها قامت ب رسوم حائطيه كدير في اطار اليوم العالمي للبيئه. هاد الجمعيه ديال الزنزه كدير بعض الاغراس وكدير حملات نظافة للمركز الصحي. مناقشة مشروع ديال تهيئة واحد المساحة خضراء أمام دار الولادة. وكاين هاد المشروع اللي هو مهم بزاف، غيعطي واحد رونق لهاد دار الولادة، يعطيها وغيصيبوا الناس اللي كيجيو لهنايا الوافدين يسيبوا فين واحد متنفس وفين يسيبوا فين يريحوا وغيسيبوا فين يتسناو حسابهم، لان اوقات السيارات راكم عرفتوا بلي راه كتكون محدوده في دار الولاده. ولهذا كنتمناو لهاد الجمعيه مزيد من النجاح في الاعمال ديالها الخيريه وفي المسانده ديالها لا لينا حنا ولا للمواطنين.